12 نوفمبر يظهر لي هذا غير ممكن توا لسبب بسيط وهو أن القانون الانتخابي جاء فيه فصل واضح يقول فيه حلين النيابات الخصوصية قبل 8 شهور من موعد ماشي المارس. لا ما قلوش ماشي المارس، لا هو اليوم عندنا جزء كبير من النيابات الخصوصية ما تمش حلها، والحل ماهوش حلين النيابات هذه ماهوش امر صعيب، يعني نجم نقول لك انا في ظرف اسبوع ينجم يتم استكمال حلين باقي النيابات اللي هما ماهمش شويه، تقريبا مازالت فما 100 نيابه خصوصيه مازال ما تمش حلها. هذه معطيات نجم تخلينا نحكيو على اواخر شهر نوفمبر بدايه شهر ديسمبر،